السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم الدرس الثالث في الوحدة الثالثة لهذا الفصل في مادة الرياضيات بعنوان أضلاع الأشكال المستوية ورؤوسها. هذه الوحدة كما ذكرنا في الدروس السابقة بعنوان الأشكال الهندسية، وكانت دروسنا السابقة في الأشكال المستوية ألا وهي المثلث والمربع والدائرة والمستطيل، وتعرفنا أيضا في الدرس الذي يسبق الدرس الأول المجسمات، وكانت المجسمات الكروية والمخروطية والدائرة والمثلث والمدوره المستطيلات وإلى آخره. لكن درسنا لهذا اليوم أضلاع الأشكال المستوية ورؤوسها. طبعا سوف نتعرف على الأضلاع والرؤوس للأشكال المستوية وأحدد عددها، عدد كل ضلع وكل رأس من هذه الأشكال المستوية. هنا شكل الدائرة وهو شكل مستوي، وهنا شكل المثلث، وهنا شكل المستطيل. لبعض الأشكال المستوية أضلاع، وتسمى نقطة التقاء ضلعين الرأس. يعني مثلا هنا كما نرى هنا هذا هو ضلع وهذا هو ضلع، ونقطة التقاء هذا الضلع مع هذا الضلع، النقطة هذه تسمى الرأس، تسمى الرأس. الشكل هذا هو شكل المثلث. المثلث له ضلع، ضلعين، ثلاثة أضلع كما نرى هنا، خط، خطين، ثلاثة. للمثلث ثلاثة أضلع وثلاثة رؤوس. رأس هنا التقى هذا الضلع مع هذا الضلع حتى إذا أصبح هنا رأس، والتقى هذا الضلع مع هذا الضلع وأصبح هنا رأس، وأيضا هذا الضلع مع هذا الضلع وأصبح هنا رأس. للمثلث كما ذكرنا ثلاثة أضلع وثلاثة رؤوس. هنا المستطيل، المستطيل هنا ضلع وهنا ضلع وهنا ضلع وهنا ضلع، أربعة أضلع. إذن يوجد هنا أربعة أضلع. أما بالنسبة إلى الرؤوس، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة. عند التقاء أي ضلعين يكون بينهما نقطة، تسمى هذه النقطة الرأس. المستطيل تقريباً شبيه لشكل المربع، والمربع أيضاً أربعة أضلع وأربعة رؤوس. أما الدائرة، الدائرة هنا يا أول لا يوجد فيها أضلع ولا يوجد فيها رؤوس، لا يوجد فيها نقاط التقاء أضلع أبداً. كما نرى خط دائري واحد من إلى، أي أن الشكل المختلف هنا هو الدائرة، لأن هنا المثلث ضلع ضلعين ثلاثة أضلاع وثلاث رؤوس، وهنا المستطيل أيضا أربعة أضلاع وأربعة رؤوس، أي أن الشكل المختلف هنا كما نرى في هذه الصورة ألا وهو الدائرة. الدائرة هنا هو شكلها مختلف. ننظر هنا، هذا هو شكل الدائرة، لا يوجد فيها أضلاع ولا يوجد فيها رؤوس. هنا المثلث أيضا ضلع ضلعين ثلاثة أضلاع ونقطة اللي هو رأس، رأسين ثلاثة رؤوس، ثلاثة أضلع وثلاثة رؤوس. هنا المستطيل أيضا كما ذكرنا قبل قليل ضلع ضلعين ثلاثة أضلع وأربعة أضلع، أربعة أضلع وأربعة رؤوس. الضلع هو الخط الذي يعني الخط المستقيم، كم يوجد خط مستقيم؟ خط، خطين، ثلاثة، أربعة. والرأس اللي هي نقطة التقاء الضلعين أو الخطين. أمر القلم فوق الخط المنقط ثم أرسم دائرة على كل رأس ثم أحدد عدد الأضلاع والرؤوس. في كتاب طالب موجود بين يديكم صفحة 41، هنا هذا شكل الأضلاع. نمرر الخط هنا ونحدد عدد الأضلاع وعدد الرؤوس. ضلع ضلعين ثلاثة أربعة، أي يوجد هنا يا أول أربعة أضلاع ويوجد هنا أربعة رؤوس. انظروا، ضلع ضلعين ثلاثة أربعة، أربعة أضلع ورأس، رأسين ثلاثة أربعة، أربعة أضلع وأربعة رؤوس. أما هنا يا أول الدائرة، الدائرة كما ذكرنا لا يوجد فيها أي ضلع ولا يوجد فيها أي رأس، أي أن عدد الأضلع وعدد الرؤوس هنا يساوي صفر، صفر، صفر. انتهى درسنا لهذا اليوم يا أول. طبعا هنا هذه التكملة واجب،
انتهى درسنا لهذا اليوم، أضلاع الأشكال مستوية ورؤوسها. ننتظركم في درس آخر يا أول.